السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الواقدي متوفي عام 207، هذا رجل عظيم جدا، عنده عدة مؤلفات. كتاب المغازي يعتبر عمدة في المغازي والسير. وهناك كتاب للدكتور السلومي، يعني يتكلم عن كتاب المغازي للإمام الواقدي عن منهجيته ومصادره، فذكر قصة جميلة عن الإيثار. هذه القصة إيش يقول فيها؟ يقول إنه كان في يوم من الأيام ضاقت عليه الحاجة، فراح لي جاته جاريته وقالت له ما عندنا شيء، طبعا العيد، فراح هو لأحد أصدقائه التجار فذكر له الحاجة وكذا، فأعطاه قرض 1200 درهم. راح البيت أعطاه لزوجته، ما في دقائق كذا اللي جاله رجل هاشمي من أصحابه وقال له برضو يحتاج وعنده ضيقة مالية وكذا وكذا، فدخل على زوجته. أتخيل زوجته إيش قالت له؟ قالت له إيش تبي تساوي؟ هو رجل ما عنده شيء، من كرمه، ترى هو قاضي لكن من كرمه. فقال لها عزمت على أن أعطي نصف ما أعطاني التاجر. طبعا التاجر لما أعطاه 1200 درهم كان الكيس حقه عليه الختم حقه يعني. فقالت له الآن أنت ذهبت لسوق لتاجر فأعطاك 1200 درهم، ويجيك رجل من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم تعطيه النصف، ما سويت شيء، أعطيه المبلغ كامل. فقام أخذ الكيس زي ما هو أعطاه. فهذا الهاشمي هو ماشي في الطريق بيروح يدي القرض، قابله التاجر وصاحب القرض فقال له أعطيني القرض حقي، فقال له أنا أصلا جايك عشان أعطيك القرض. فلما أخذ الكيس طل، وإلا الكيس اللي أعطاه الإمام الواقدي لأنه عرفه بالختم حقه، فعرف القصة. فيحيى بن خالد البرمكي رسل للإمام الواقدي يبغى في موضوع، الشاهد أنه راح الإمام الواقدي وهو هناك عند الإمام الواقدي فقال له على قصة هذا الكيس. فإيش قال هنا البرمكي؟ قال يا غلام أعطيني 10,000 دينار. فجاء الغلام حق البرمكي وجاب له 10,000 دينار. قال له البرمكي اللي هو وزير، شو وزير؟ طبعا البرمكي وزير الخليفة. فقال دحين البرمكي بيقول لغلامه، قال له خذ 1,000 دينار أعطيه للواقدي، و2,000 دينار لصديقك اللي هو التاجر، و2,000 دينار للهاشمي، و4,000 لزوجتك لأنها أكرمكم. يا رب يا كريم ترزقنا وترزق فقراء المسلمين وتغنينا وإياكم من واسع فضله، وتزيح عنا هذه الغمة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.